أهلا بكم. قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025 مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب. يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة بعنوان الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، والذي أوضح خلاله أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارا أكثر استقرارا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي. وتوقع التقرير أن يسجل النمو العالمي في كل من عامي 2024 و2025 2.7%، ويمثل هذا تعديلا صعوديا بنسبة 3% لعام 2024 مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي. وتعكس تلك الأرقام بشكل رئيسي أداء اقتصاديا أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا تحسن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصاديات الكبرى خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة. قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث عقد لقاء موسعا مع محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. ووجه الوزير بتشكيل جمعية لمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها على أن تتولى محافظة سوهاج رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية وتوفير وسائل نقل جماعي تسهم في نقل العاملين من وإلى تلك المناطق بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بعدد جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 3,700,000,000 جنيه. ورابح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,100,000,000 جنيه. وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 31,038 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7,234 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10,335 نقطة. أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن المؤشر السعودي واصل مكاسبه نتيجة التكهنات باستمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع المؤشر السعودي 4% في حين انخفض المؤشر القطري 2%.